انفجار المرفأ في بيروت. توقعتي انه انفجار او توقعتي الشيء الثاني؟ لانه انت جايه من استراليا جديده على العالم اللي قاعد يصير في لبنان وهذه الاحداث اللي ممكن يمر فيها هذا البلد الجميل اللي قلوبنا معه من فتره الى ثانيه. انت متعوده صح؟ انا ما مش متعوده على هيك شيء. لما صار الحدث شو توقعتي اول شيء خطر في بالك؟ انه حرب. حرب حرب. انا بعرف باي فل ورا هالشيء ورا الحرب. كنت بالسياره وهزت السياره كلها فيي. وانا وين؟ انا 15 دقيقه بعيده عن بور، يعني ربع ساعه حتى. هزت السياره كلها فيي. كنت على التليفون مع صديقتي وهي عندها اولاد، بنتين صغار الله يحفظهم. انا عم بحكي حديث عادي، فجاه بوف هزت السياره وبسمع صوتها عم بتصرخ وولادها عم يصرخوا تحت الطاوله. نزلوا تحت الطاوله. انا قلت ما عاد عرفت سوق، ما يعني وقفت بارضي. قلت لها بليز طمنيني انت منيحه، بدي دق لاهلي. دغري دقيت للبابا قلت له داد بليز بليز هلا احجز لي تيكت على استراليا، ما بعرف شو صار، اكيد في حرب هون، انا هلا بدي فل. يا عمري يعني قعدت ارجف على شي ساعة ونص ساعتين تفهمنا شو صار. رجعت على بيتي كله مكسر، وعم اقول لك انا بعيدة، كيف العالم القراب صحيح من البور، كل الواجهة كل الازاز كله مكسر. وانا كنت قاعدة على الصوفة حد الازاز قبل ما امشي، وما كان بدي امشي، راح اعمل سبور. سبحان وما عاد الي جلاده، وعم يحكيني في عم يقول لي خلص قومي ما بقى تكوني، يعني قومي اعملي سبور، ما عليه تحركي شوي. لا ما بدي، ما قلي جلاده خلص قومي ما بقى تتاخري، عندك مشكله انت بتتاخري، بتضلك تتاخري كثير بتاخر على فكره، عندي مشكله بهذا.